ستظل حافلات شركتي جوجل وفيسبوك متوقفة حوالي 40 دقيقة بانتظار أن ينتهي المتظاهرون من التعبير عن غضبهم. إنها المرة الرابعة خلال شهرين، فقد أصبحت هذه الباصات المستأجرة من قبل الشركات لنقل موظفيها إلى مكاتبهم في وادي سيليكون فالي رمزاً للانقسام في المدينة. فمن جهة هناك موظفو شركات التكنولوجيا، ومن الجهة الأخرى سكان سان فرانسيسكو التاريخيون. لا يمكن للموظفين المتواضعين مقاومة رواتب صناعة التكنولوجيا. شركات التكنولوجيا تقوم الآن بتحويل هذا المجتمع كلياً دون الالتفات إلى أولئك الذين يعيشون هنا. ففي غضون سنتين ارتفعت الإيجارات بنسبة 30% ومعدل الإخلاء القسري بنسبة 170%. بن يسدد 720 دولاراً نفقة إيجار هذا الاستوديو، أي أقل بكثير من السوق. قبل 4 أشهر تلقى إشعاراً بالإخلاء. المالك يريد استرجاع ممتلكاته بحسن نية بغية تدميرها أو سحب المبنى من سوق الإيجار بشكل دائم. مذ ذاك يناضل وجيرانه من أجل الحفاظ على شققهم. لا نعرف أين نذهب. أشعر أنني كالدب القطبي، أقصد تلك الصورة البشعة التي نراها في كل وقت لدب يجلس على قطعة من الجليد في القطب الشمالي والتي يتضاءل حجمها. يعيش بن وكسياندرا في حي ميد ماركت، حي كان مهجوراً إلى أن افتتحت فيه شركة تويتر مركزاً لها قبل 1.5 سنة. منذ ذاك تغير وجه الحي فظهرت مباني فاخرة كهذه، والتي تقترح شققاً بثلاث غرف مقابل 5 إلى 6 آلاف دولار في الشهر. وهذا وقد منحت البلدية إعفاءات ضريبية كبيرة لجذب شركات التكنولوجيا، سياسة أثارت استنكاراً كبيراً، ولكن البلدية تبررها بانخفاض معدل البطالة. لقد تم توفير 17 وظيفة منذ تولي رئيس البلدية السيد لي منصبه. هو نجاح كبير، وهي صناعة آخذة في النمو. الأهم من ذلك الشيء الإيجابي مع التكنولوجيا هو كون لكل منصب يتم توفيره في القطاع تخلق 5 وظائف أخرى. كما وعدت المدينة أيضاً ببناء 30,000 وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما ترفض شركات التكنولوجيا الحديث عن هذا الموضوع.